والد امين اللاعب السابق فريد الشناينه ايضا ناخذ مداخله هاتفيه يوضح لنا شو استجد على موضوع امين وتفاصيل الموضوع. مساء الخير ابو امين. مساء النور، الله يمسيك الخير. يعطيك العافيه كابتن فريد. هلا كابتن احمد، الله يسلمك، شلونك؟ كابتن فريد، يعني انت بجوز يعني الموضوع واضح، تم اتفاق مبدئي مع الرفاع وبعدين الرفاع بطل. احكي لنا شو القصه من البدايه. اول شيء مساء الخير عليك وعلى ضيوفك الكرام، ومساء الخير على جمهور الاردني جميعا. بالنسبه لموضوع امين، احنا كنا يعني كتبنا بالعقد او اتفقنا مع الوكيل انه امين يشارك في بطوله نهائيات اسيا. نعم. وكتبناه بالعقد حتى كان اداري نادي الفيصلي وحطوا العقد وثبتوه. فبعد ما رحنا على البحرين حكى الوكيل انه ما يعني جماعه البحرين نادي الرفاع ما بدهم يعني يكون شرط جزائي. فحكوا انه لا، انه يعني استثنوا هاي الفقره واحنا رايحين ما نقصر معهم ان شاء الله، يعني الحرف الواحد ان شاء الله، يعني احنا رايحين نبعثه اذا يعني ما في عندهم اي شيء. حاليا نادي الرفاع يعني فرق نقطتين عنه على المتصدر. باثنين ثلاث عندهم مباراه مهمه مع نادي المنامه اللي هو المتصدر الدوري. نعم. والبطوله بتبلش ب1/3. وهذا اللي صار، احنا بنتواصل معهم وتواصلوا معهم الاتحاد يعني ما قصروا، بس انه بحكوا انه يعني المنافسه شدت عندهم، يعني صار عندهم يعني المنافسه قويه، يعني هم كانوا ترتيبهم رابع خامس هسه صاروا ثاني. ابو امين، يعني هل في شيء جديد؟ هل في امل انه يلحق؟ يعني انا بجوز لما تحدثت معك قبل شوي قلت انه ممكن يلعب يعني ممكن الخيار المطروح الان انه يلعب مباراه يوم 2/3 اللي هي في الدوري، ويلحق بمباراه يوم 5/3 و8/3 مع كوريا وعمان. مع كوريا وعمان. هو يعني للامانه يعني الجماعه مش مقصرين، فحكوا انه احنا يعني اذا ان شاء الله في مجال انه يعني يلعب مباراه المنامه اللي هي باثنين الشهر، وبعديها يغادر على اوزباكستان او نفس اليوم اللي بعد ما تنتهي المباراه يغادر على اوزباكستان يعني يلتحق بالمنتخب. ولكن في يعني في اكثر من شغله، يعني من ضمن الاحتمالات اقول لك لا سمح الله اذا انصاب او اذا صار معه شيء، يعني احنا شو استفدنا وهم يعرفهم قليله 5 اشهر يعني. نعم صحيح. وامين ما شاء الله يعني صار له مباراتين، يعني صنع هدفين بالمباراه الاولى وامبارح سجل هدف وصنع هدف ما شاء الله، فصار وضعه مهم جدا عندهم بالفريق. ايوه يعني غيروا النيه بعد ما شافوا امين. وجهه نظرك؟ مش سامع. بقول غيروا النيه بعد ما شافوا وضع امين. والله يعني احنا يعني هم الجماعه يعني كويسين واحتمال يعني بس يعني مش اكيد انه احتمال يبعثوه بعد مباراه المنامه، مع انه عندهم هم توقف من بعد مباراه المنامه ل 12/3 تبدا المباراه الثانيه، يعني هاي الفتره يمكن 10 ايام يمكن يعني ما تاثر عليهم، بس هم خايفين من الاصابه وخايفين يعني انه يعني صحيح. بعد امين سجل في الفريق وامين صار من ضمن العناصر الهامه عندهم، فيعني ترددوا هم وقولك يعني احنا هسه بننافس على الدوري كون طلعوا من الكاس هم كمان. طيب اخر شيء انا امل بالدوري. ابو امين اخر شيء، انت قلت لي قبل الهواء انه انت لو بتعرف انه ما راح يلعب البطوله الاسيويه، لو بتعرف هيك ما وافقت. نعم. على الاحتمال. نعم. صحيح؟ صحيح. احنا شرطنا شرط، احنا يعني انا حكيت مع الوكيل يعني صار خلاف بيني وبينه، وحكيت له انت قلت لنا انه اوكي يعني بس انه ما يحطوا شرط جزائي بالبدايه. انا حكيت لهم اذا يعني امين ما يعني حتى امين اصر انه هذا لازم تكتبه بالعقد اني لازم اشارك في نهائيات اسيا. نعم. فهو الوكيل يعني كان اتصال الوكيل مع الفريق البحريني مع الرفاع، فهو يعني ابدا انه مش رايحين يعارضوا، يعني ما فيش مشكله يعني انه ان شاء الله غير يعني نبعثه، بس بتعرف انت الظروف انه الفريق صار ينافس وامين دخل بالفورمه وصار لاعب مهم عندهم،
ومو خايفين عليه كمان. طيب في حكي انه امين يكمل مع الرفاع بعدين؟ والله يا استاذ احمد يعني سابق اوانه هذا الشيء يعني ان شاء الله يعني شو شايفك شحط شايفك بلشت تخربط ابو امين شو القصه؟ مش سامع بقول بلشت تهدي الصوت. لا والله بس يعني طيب خلاص هذا السؤال بدري عليه وسابق لأوانه. انا ابو امين بدي اشكرك سابق لأوانه يعني بدري عليه ابو كابتن فريد احنا الملقب بخوخ شكرا دائما موجود ودائما متابع امين. الله يسلمك تسلم يسعد مساك شكرا فريد الشناينه هلا والد اللاعب امين الشناينه.